بعدما حاولت إغراق السوق الوطنية بالمخدرات الطبيعية، ها هي اليوم الجارة المغرب تلجأ إلى طريقة أخرى، ألا وهي الحبوب المهلوسة. النكسة، البياري والحلوة هي شعارات يستعملها شبابنا اليوم ومراهقونا. النكسة وتأثيرها على المجتمع الجزائري هو موضوع عدد اليوم من برنامجنا، تابعوا معنا. التي أصبح يتناولها مراهقنا، إضافة إلى الكميات التي أصبحت تحتجز سنويا من قبل مختلف أسلاك الأمن. فانتشار هذه الحبوب وصل إلى حد المؤسسات التربوية. وجهتنا كانت الباهية وهران العاصمة الغربية، قد يعاتبنا البعض لاختيارنا لها، لكن أردنا من خلال اختيار وهران إبراز الخطر الذي يترصد بنا من سياسة المخزن. وهران التي تغنى بها بنشنة الأب أرسم وهران أصبحت اليوم واي واي مع بنشنة الأب. يا قد لي شعري طرطقة وعلى صاحبي واي 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 واي. وهران وهران رحت بصار أجروا منك ناس أشطار، بعد في الغربة حيار والغربة صعيبة. وهران التي تنبأ أحمد وهبي بحالها وتغنى قال وهران رحت خسارة، هي اليوم تعاني حال الولايات الأخرى ويلات نظام المخزن. علمت بفكري وبيديها أنت المدرسة الأساسية، علمت بفكري وبيديها أنت المدرسة الأساسية. شكراً وألف شكر يا أستاذي، شكراً وألف شكر يا وليد بلادي. أطفال المدارس اليوم وبدل ترديد أغنية شكراً وألف شكر أستاذي أصبحوا يرددون الواي واي الذي اعتبرته وزيرة قطاعهم إبداع. أغاني الراي التي كانت تؤنس العشاق مع المرحوم حسني أصبحت اليوم تحرض على تناول الحبوب المهلوسة كالنكستا والحلوة والدومينو بغياب الرقابة على هذه الأغاني، وهذا ما لمسناه عند دخولنا أول ملهى ليلي بعين الترك. Thank you.
حسين 25 سنة من أقدم حي بوهران قنبيطة، دخل إلى عالم المخدرات من بابه الواسع، تناولها جميعا إلى أن دخل عالم الحبوب المهلوسة. السلام عليكم، أنا حسين من مدينة وهران حي شعبي قنبيطة، عندي 25 سنة. أنا بديتهم مخدرات هادو نتعاطاهم في سن 14، بديتهم أنا نشوف الناس هكا يستعملوهم وقال سيت نجربهم. بالهذاك النهار سيت حبهم، بعد بزوج وليت لاصق فيهم، من بعد وليت عاود وليت نكمل وليت نسطل وليت كاع موليش ندخل للدار، وليت نضل برا وكاع. أيام بعد جاتني فكرة بلي ما نزيدش ندخل للدار كاع، عرفت صوالحي وكاع. وين رحت؟ ولت للبحر، قعدت في البحر. في البحر كابانو. ولينا نقعدو تما في كابانو، كل يوم هادو صوالح، كل يوم مخدرات مهرويسات. واش كنت تخدم؟ شو؟ واش كنت نخدم؟ الأولى كنت نخدم باتيسري. إيه؟ من بعد باتيسري ما مخدرات ما يخلوكش تخدمي، ما يخلوك لا تنوضي تخدمي لا والو. ومن بعد واش وليت دير باش تشعلها؟ نخونو. وين نخونو؟ في الغابات، في الكباريات هكا، دي فوا الناس اللي يكونوا خابطين ولا نخونو لهم بي باش نشرو مخدرات ونستعملو. كنت تقريسو غاشي؟ قريسو غاشي. ايه؟ زيد تفضل حكينا. ايوا نستعملوهم كل يوم كيما هكا، نستعملو مخدرات، نروح في الحشيه نوضو في الليل، نروح نقريسو الناس نعي باش نعاودو تاني، غير باش نعاودو نهار غدوه تاني كيما هكا. حتى وصلنا، حتى وصلنا نسنيف ونضربو البيضه بسومة غالية، ولي نشروها ب 600 صبا، 800 700 كل خطرة. من بعد قلبناها حلوة كيما قدينا لهاش حلوة. حلوة شنو هي الحلوة؟ فهمنا. حلوة هي نيكستازي، هي ياكلوها باش يركسوا وكاع باش ينسوا، لقاش تخليك في عالم واحد آخر، تولي غير في العالم، تولي مادامك تاكلها مادامك تولي تزيد تلصق فيها بزاف بزاف. حسيت روحي باللي راني في عالم واحد آخر، تحس تردك حنين، تردك بزاف صوالح. هيا ولا عجبتنا انا رشقتها، ولينا كل يوم نتناولوها، ولا حتى ولينا مدمنين بها. واش الانواع تاع نيكستا؟ واش نيكستا كاينه؟ كان الاولى كانت الاس، من بعد من الاس خرجت دومينو، دومينو صغيره دومينو كبيره، بعد خرجت هذه البياري اللي كاينه الحمد لله انا ما لحقتلهاش ما استعملتهاش. هذه كانوا بزاف ايغراد، كانوا بزاف. وكنتو تشوها فاسيلمون؟ فاسيلمون. مين تشوها؟ دي فوا تشريها عند الناس يبيعوها نورمال عادي، تخلصها عادي تشريها. ومن بعد كي تاكلها وين تروح تصيد؟ تروح تود للكباريات ولا تود للبحر كيما كورال بومو. من خلال لقائنا مع حسين اخبرنا ان الاغاني المنتشره هي التي تحرض الشباب على تناول الحبوب المهلوسه، وهي من ساعدته هو ورفقاؤه على استهلاكها يوميا. ديجا اغاني كاع بومو عن عن اغاني غنيه غنيه يعني يعجبونا مامي كانوا يدمرونا تاني المغنيين تاني، لاخاطش اغاني كاع توحي يهضروا على النيكستازي الغبره، ما كاش غنيه زعما تبين لك حاجه شابه غير اللي تدمرك للهويه. هيا تبعوا الاغاني تعشي معاها كيما حسين. ابلغنا كذلك انه يتلقى العلاج ولن يرجع الى عالم الحبوب، خاصه بعدما ذاقت والدته اقسى انواع العذاب. بكل صراحه يجعل ربي يسمح لنا، بسببي انا مرضت بزاف بامراض، رافيا كوليسترول حلوه بزاف صوالح بسببي انا. ما ترقد لي تحوش عليا بزاف صوالح، ديجا عندي 7 محاولات انتحار متتاليه، دابح روحي منا، قايس روحي من جبل، شارب جافير، شارب بزاف. وصلت من الموت. علاش كنت تنتحر؟ الموت تاعها يخليك دير هاد الصوالح. دروك حسيت باللي كي حبس كل شيء، حسيت باللي تحس باللي خطرة بنا. كيفاش دركايا معاك؟ الحمد لله يا ربي، صباح الله كي راني نوض ولا صباح الخير اما تشوفني راني نروح نصلي تفرح بيا، الرياح معاها نحكو نتقهوى في رحبه بكري كاع ما كنتش ندخل للدار. كنت انا وواحد صاحبي الزميل تاعي عيطولها زكريا، كنا مريحين كيما هكا قاعدين كاروج طلع نكمو فيه، اي قعدت نشوف فيه، قلت له زكريا هاد الصوالح ما زادوش معانا على ما نديروش كوراج ونحبسوهم. ايوا جاتنا الفكره، ودنا هنا العاقل لطفي قبل العاقل قبل ما يجيبوهم هنا، كان العاقل عند الاستاذ بندحو، هودنا عندهم استقبلونا الحمد لله، عطاونا لي كونساي كيما هكا فهمونا. ايوا صراتني انا كي بغيت اونغاجي ثاني جمعيه مصالحه وقفت معنا، دارت لنا لي زاناليس وقال باش زعما ندخلوا سيت شحمي. كي بغينا ندخلوا سيت شحمي تلاقيت واحد العراقيل صغار
هيا ليها كان السيد الوزير كسموه يا ربي بودياف كان هنا في حملة تاع السيدة. رحت صدمت هدرت معه أيه وعدني مع قصاب قال لي بلي دوك يحل لك المشكلة تاعك والحمد لله كيما كانت الحال حلوا لي المشكلة تاعي. تكلمت فيك مديرية الصحة طوارئ. نعم. احكي لي كيفاش تم اللقاء. تم وعدني قال لي كان عدوى ثلاثة كان عندهم السيدة في الأندلس قال لي نهلا ربعا إن شاء الله على 9 الصباح نستقبلك تما في دي دي اس. أيه هو عندهم كيما كان الحال استقبلوني وداوني هما الحمد لله. يوسف حكاية أخرى تكسر طابوهات. شاب في العشرين من العمر دخل عالم الحبوب المهلوسة للأسف من الوسط المدرسي. وأصحابي اللي كانوا يقرأوا معايا في السوام سير ما هم عندهم خوتهم كبار عليهم يديروها قدامهم ثم هم تعلموها وفوتوها لأخذ أخرين لخطر الكيف يدوموندي هاد الصوالح يدوموندي تريحي مع أصحابك أكثر من تريحي مع والديك خطر والديك ما يجوكش على القوسطو يجيك أصحابك غاية تضحكي تلعبي عبوندوني تقرأي وكاتريا ماني ماين ودخلت درت ستاج تاع كويزين بعد كملت هكاك خدمت في دي زوتيل كملت هكاك بهذيك العقلية بعد ما خرجتنيش. نفس الطريق سلكه يوسف السهرات الخمور والمخدرات إلى أن عرف طريق الهداية والتوبة. كاشيات كنت نشري الريفو كنت ناكل بالحبة من بعد وليت بزوج حبات توصل لخمس حبات راجل حس روحي غاية راجل إن شاء الله بس هي لا مكاش منها كنت نروح نسهر نروح نسهر كنت ندي الخمر بصح الحمد لله هذا دروك صلاة عبادة دار. كيفاش خرجت من هذا الميليا؟ خرجت من هذا الميليا واحد النهار إن شاء الله عرفت شيرة اللي قالت لي ما نقبلكش بهاد الصوالح قالك راك تتبدل وسيت نتبدل نعاود نطيح ونتبدل نعاود نطيح نتبدل من بعد خطرة واحدة زيرت على روحي وقلت لا هذه مشي الطريق تاعي. والديك ما حاولوش معاك باش يديروا حاولوا معايا وسويفيت عندي بسيكولوج سويفيت في بليدة فرانس فالون سويفيت تماك درت كيغ وصافا مهم تكون لا فولونتي هذا مكان. وبدورها الأخصائية النفسية أوضحت أن التعامل مع المدمن يبدأ مع تغيير سلوكه قبل كل شيء. نسيو نبدلوا له السلوك تاعو في الأول السلوك تاعو كيفاش يتعامل مع نفسه هو كومبورتمون تاعو هو كيفاش يسي يتخلص من المادة اللي راهي يتعاطاها وكسوسوا دي بسيكوتروب ولا الكانابيز اللي جينيرالمون يعيطوا له الكيف برا. دونك احنا نسيو قلت لك اوديبي التكفل تاعنا يكون كومبورتمونطال اكثر سلوكي اكثر. وهنا يجب ان ننفي دور العائله ضروري لمرافقه المدمن والتعاون معه خلال فترات العلاج. كيكون كاين انتخافاي بيننا وبين العائله تاعو كي تجي العائله تاعو كي تعاوننا نفهموها الخدمه تاعنا دونك سا فاسيليت ان بو لو ترافاي تاعنا. واكد لنا من جهته رئيس جمعيه المصالحه لوهران السيد يحيوي الهواري ان الحبوب المهلوسه في الجزائر اخذت منزلقا خطيرا حتى انها انتشرت بين الذكور والاناث والكارثه انها مست الوسط المدرسي. كاشيات هذو اللي راهم غزاونا غزاو الجزائر وغادي يضيعوا لنا الشباب تاعنا. اذا ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الجمعيات تلعب الدور تاعها والمركز يلعب الدور تاعه وهذا باش نبني مجتمع ان شاء الله نقي نظيف.
الاسبوع الفارط كانت دات لي مكالمه هاتفيه مع معلمه على مستوى هنا في في العقيد لطفي، وتتكلم تقول لي الخطر اللي راح يعم هذا الكاشيات هذو، راهم يدخلوا حتى لليسي، راهم يدخلوا لي سي ام، راهم يدخلوا وراهم يتعموا على مستوى، راه كاين اون اليرت راهي تنداروا على مستوى كسب، وكاين بعض لي جون اللي راهم معنا في الجمعيه، اللي معنا في الجمعيه نشوفوا في الجمعيه وراهم يلاحظوا هذه الامور ويجي يخبرونا، يقولنا يفوا انترفينير، يفوا فير لو ترافاي دو بروكسيميتي، يفوا فير او نيفو دي ليسي، او نيفو دي سي ام، او نيفو دي زيكول، يفوا ترافاي، يفوا حنا نروحوا لهم مش قال لهم شو ما يجونا. الو نعم، وعليكم السلام ورحمه الله. نعم عند الثانويه هنا عند المدخل تاع المدينه. شكرا. روسي روسي دليل واحد الدليل في الاستماع دليل واحد شوف دليل واحد بالغولة على شخص يستهدي بالرياضية وقطعة رياضية بالقطعة الثانوية هذا وين اكزاكت وين بالضبط في القاضي الثانوية هذا على حسب المعلومة والترصد تاع العنصرين تاعنا راهي يبيع في الحبوب المهلوسة هيا طريبيرس هذا هو حاضر دليل واحد أبوسي سي بون ديبي لاكشن صاي لاكشن هات اللوط قولي حبس اللوط شوف لاموطو شوف سنترو شوف سنترو شوف سنترو على إثر المعلومات التي وردت إلى المصلحة وقفنا شاب 30 من العمر كان بصدد ترويج الأقراص المهلوسة من نوع إكستازين العملية كانت ناجحة حيث تم حز الكميات من الأقراص المهلوسة
بلغت أكثر من 50 قرص إضافة إلى عائدة إضافة إلى مبالغ مالية عائدة الاتجار بالأقراص المهرسة. يعني الان المهمه تاعكم وين راح تدوا هذا المتهم؟ حاليا ندوه نحولوه للمصلحه يكون بدايه التحقيق. اي تفضلوا معنا. اي جماعه كيفاش تستدعي؟ خلي جا موطو جي معك هبط راسك يروح هذا قانونيا هكا داير له. دليل واحد من دليل. انا علمك باللي المهمه كانت ناجحه حيث توقيف الشخص بحوزه كميه من اخرس مهندسه. روسي يا دليل. هضره المهمه كانت ايجابيه. رانا وقفنا شاب 30 من العمر كان على مستوى سون 3 بيجو، ضبطنا عنده كميه من الاقراص المهرسه من نوع اكستازين، كذلك مبلغ مالي وهاتفا نقاليا. هادو كانوا دي شونتيون كان يبيع فيهم، كانوا عنده هذا مبلغ مالي، هاي كميه تاع الاقراص المهرسه. كنا ترصدوا فيك في ساعات وكنا نشوفوا فيك كانوا جماعة عندنا سيفيل. شو انك تبيع الاقراص تاعك؟ اعترف خلاص تاعك هذو الاقراص تاعك تعمل اما لا تعمل. صناهم في الدراجة النارية تحت المقعد. اتكلم طلع راسك وتكلم. تكلم هذو خلاص حكموا في حالة تلبس. حكموا حالة تلبس. اعترف تاعك وين جبتهم ونساعدك. تاعك هذو تبعك تبيع في هذيك البلاصة تنبع هذيك البلاصة تبيع فيها هذا. شحال تبيع هذه الحبة هذي؟ 1600 دينار. خلاص تخدم مع كامل الإجراءات، تصل بسيبك الجمهورية السرعة على حضر فتح التحقيق وسقسوه شوف هاد الأقراص هذي من جات الوجهة تاعها، وإذا كان يساعد قولوا عليه القانون فهموا بلي اذا كان يساعد راه يستفاد من الاعذار المخففه نصف العقوبه، ما يساعدش راه يتحمل المسؤوليه تاعو وحده. خلاص دو المكتب الاخر وحقوا معاه. بارك الله فيكم جماعه يعطيكم الصحه. تمت هذه القضيه بناء على معلومات، حيث تم استغلال هذه المعلومات والتاكد منها. المعلومات التي تفيد أن تواجد شخص على متن دراجة نارية من نوع بيجو 103 يقوم بترويج المخدرات من نوع الإكستازي على مستوى مدخل مدينة عين بيضاء. تم التأكد من هذه المعلومة بإرسال عونين بالزي المدني
حيث تم الترصد له وتم إلقاء القبض عليه بعد إعداد خطة عمل محكمة. تم إلقاء القبض عليه في حالة تلبس، حيث أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من المخدرات تقدر ب 50 قرص مهلوس من نوع الإكستازي. وسبق وإن عالجنا نفس القضية في الأسبوع المنصرم، وإن تم حجز كمية مقدرة ب 590 قرص مهلوس من نفس النوع أي الإكستازي. صرامة، يقظة، عزيمة، هم أسود الشرطة، درع الوطن. من هنا الانطلاقة نحو أكبر أوكار الجريمة بمدينة وهران مع فرقة التحرية البيري وفرق القوات الخاصة. تابعوا معنا. دليل واحد من دليل. نعم مكمل لي المهمة كتناجحة حيث توقيف الشخص وبحوزته كمية من الأقراص المهلوسة. تحت إشراف مدير الشرطة القضائية لولاية وهران قمنا بمداهمة مع رجال الشرطة لمدينة عين الترك أين تنتشر الجريمة. كانت الساعة تشير إلى 9 ليلاً عندما انطلقنا من مقر أمن دائرة عين الترك نحو شوارع المدينة، لكن اللافت للانتباه أن الحركة بطيئة بالمقارنة مع الأيام السابقة إن لم نقل منعدمة، دليل على وصول المعلومات لأصحاب الملاهي وغلق اللعب أو الدومينو.
اطلع اطلع. انا خاصة نشري نجيب هذا تاع مثلا خاصتي معاه في الطوموبيل تاعهم. انت تعرفي تكذبي مع ناس ما تعرفيهمش. نعرفهم غير هكا ما نعرفش حاجه. بصح هو راه قلتي مرتو. انا ماشي مرتو. انا كيما مرتو ماشي مرتو. بصح تكذبي مع زوج هكا ما خفتيش منهم؟ انا جاو وصلوني شريت ووصلوني بعد كل مولي ما شريت باش ننزل نطلع لداري موجده فاتحي وهاو داري. سكني هنايا ما عم تسكني واحد يسكن شكون اللي يطلع عليك؟ لا سيس تاع السكنه اللي كاينه في تقلي معاهم نورمال بيناتنا بيناتنا واش كيدير لا فيريتي مع هادو واش طلعتي ديري؟ واش جيت؟ ديرو بلاي تشين جي سوقت اش خرجت؟ غادي نقعد انا هنا سوقت اش خرجت؟ والله ما عرفت يا الله يقلع لي يا ما شوفوا هاي ربي ربي انا ربي هاي ربي 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 هون كاميرني كاميرني خلي كاميرني يا خلي كاميرني الضابط عندي شكوى انا تاع سطلة انا في مار انا نكمي انا ما عندي لا مرض ويا هاي يا والو 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 ربي ربي هاي خويا هاي خويا مع الشيطان خويا مع الشيطان يا خويا مع الشيطان يا رب ضربني الدم ضربني الدم يا نو تسع سنين تعشيدو تسع سنين تعشيدو شاو هذا دابا خلوهم معايا هادو خلوهم معايا خلوهم معايا هاي ودي امين انا ود سطور مالك يا شكتير هاي محمد طلع هذه عملية الشرطة المنظمة اليوم على مستوى إقليم دائرة عين طوق تدخل في إطار مكافحة الإجرام الحضاري تطبيقا لتعليمات السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني وتبعا للرزنامة السنوية المعدة من طرف مراقب الشرطة رئيس أمن ولاية وهران التي تشمل كافة إقليم الاختصاص. هذه العملية تبعتموها مع عناصر مصالح الشرطة القضائية وفرقة البحث والتحري لأمن ولاية وهران وعناصر أمن دائرة عين طوق. الهدف منها استئصال بؤرة الإجرام والجريمة من هذا المجتمع. هذه العملية التي تنظم دوما لصالح ولفائدة المواطن في ظل احترام مطلق لحقوق الإنسان وكرامة المواطن. عملية اليوم أسفرت عن توقيف 36 شخص بنقاط معينة ومدروسة سابقا وأسفرت نتائج العملية عن حجز كمية من المخدرات والأقراص المهوسة ناهيكا عن الأسلحة البيضاء المحظورة. شنت مصالح الفرق الخاصة التابعة للأمن الوطني بالتنسيق مع فرق البحث والتحريات عملية مداهمة على نطاق واسع استهدفت الجهة الشرقية لولاية وهران بغية ضبط النظام العام
ومكافحة الجريمة والأماكن المشبوهة. توجهنا كان وفق خطة مرسومة من رئيس فرقة البحث والتحريات لولاية وهران، الذي أثنى على الفريق العامل معه بجملة من التعليمات والتوصيات الصارمة. كما موالف بزادة بروفيسيونال غادي ندهمو أوكار الجريمة لي بوانوار لا ولاية وين تكتر السرقات المخدرات، ما على بالكم لي بوا اللي موجودين هنايا على غادي نتقسموا اون جروب كيما موالف، والمداهمه تكون رابيد ايفيكاس اي بروفيسيونيل سيرتو. مجموعه هما دي بروفيسيونيل ماكم مدربين على هذا الامر ان بو دو سيريو اون فوا افوار دي ريزولتا سي بون تري بيان. جوج راقد كما تفهمنا وصل تما مباشرة، كل واحد يحكم المكان تاعه، مداهمة تكون رابيد ايفيكاس. افيرماتيف لي فيكي يقعدوا بعد يدخلوا بيداس ورابيدمون اريستاسيون بالباسيون. البقية مفهوم. جرجرة واحد. فاد. الهدف من كل هذا هو حرص أعوان الشرطة على القضاء على بؤر الفساد والجريمة والرذيلة دون تجاهل الوظيفة السامية لهم ببسط الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين، مما يساهم في تحسين العلاقة بين المواطن وأفراد الشرطة وزرع الأمن الذي فقده الجزائريون لزمن.
رابيدمون تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران في إطار مكافحة الاتجار الغير الشرعي بالأقراص المهلوسة من نوع الإكستازي من حج خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ما يتجاوز 300 قرص. مصدر النيكستا نطرق أبواب مفتشية أقسام جمارك مغنية، تابعوا معنا. كان من الصعب علينا دخول مغنية والعثور على مروجي للحبوب المهلوسة، لأن العملية تكون حسب ما أبلغنا رجال الجمارك وفق معلومات متتبعة لفترة. إدارة الجمارك في إطار تأدية مهامها العادية فيما يخص العمل على مستوى الشريط الحدودي وتأمين الشريط الحدودي، يعني تعمل بالتنسيق مع مختلف المصالح الأخرى في
فيما يخص مكافحة ظاهرة التهريب بجميع أنواعها، يعني سواء التهريب البضائع المحظورة حظر نسبي أو تلك المحظورة حظر مطلق أو ما يعرف بالمخدرات بمختلف أنواعها وأشكالها، سواء الكيف المعالج أو ما يعرف حاليا بهذا النيكستازي لبسيكوتراب يعني المهلوسات. أغلبية القضايا التي تم حجزها على مستوى المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان بصفة عامة ومفتشية الأقسام للجمارك على الخصوص بمغنية تمثلت في أن هذه البضاعة مصدرها البلد المجاور، لأن غالبية الموقوفين يقومون بجلب هذه البضاعة والانتقال بها نحو المدن الداخلية للوطن، مما ينبئ بأن مصدرها الأساسي هو البلد المجاور. وأبلغنا المدير الجهوي لمفتشية أقسام جمارك مغنية أن غالبية المروجين هم من فئة الشباب ومن جنسين مختلفين. يعني غالبية الموقوفين هم شباب، يعني من صنفين، يعني سواء الذكور أو الإناث، يعني أعمارهم دائما تروح من بين 20 إلى غاية 30-35 سنة على أقصى تقدير. فيهم منهم من المنطقة، يعني من المنطقة، وفيهم منهم خارج عن المنطقة. حسب التحقيقات الأولية التي تقوم بها مصالحنا، يعني الغالبية يحاولون التمسك على أساس أنها للاستعمال الشخصي أو ما يعرف بالاستهلاك الشخصي، إلا أن الكميات المحجوزة يعني تدل على أنها للمتاجرة وليس للاستعمال الشخصي. بطبيعة الحال إدارة الجمارك يعني تبذل كافة المجهودات من أجل الحد من هذه الظاهرة ومحاربتها، يعني إدارة الجمارك لوحدها لا تتمكن من ذلك، يعني بالتعاون مع مختلف المصالح الأمنية الأخرى العاملة في الميدان من أجل مكافحة هذه الظاهرة. إلا أنني أريد أن أنوه بشيء أساسي، يعني المشرع الجزائري أضافه من خلال الأمر 0506 أو من خلال القانون المتعلق بمحاربة المخدرات واستهلاكها إلى غير ذلك، يعني هي المجتمع المدني. كما عملت الجمارك على تشديد الخناق بتكثيف الحواجز الأمنية المفاجئة والدوريات الليلية لإحباط أي محاولة لإغراق الجزائر بكل أنواع المخدرات. وتكللت الجهود المبذولة من قبل أعوان الجمارك في إطار مكافحة هذه الآفة بنتائج ملموسة، لا سيما من جانب حجز كميات معتبرة من الحبوب المهلوسة. على مستوى إقليم المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان ككل التي تضم في اختصاصها ثلاث ولايات هي سعيدة بالعباس وتلمسان، والتقسيم الخاص بإدارة الجمارك هي خمس مفتشيات، أي سعيدة بالعباس تلمسان مغنية والغزوات، تمكنت مختلف الفرق الميدانية العاملة في إطار مكافحة التهريب من حجز ما يعادل 2876.5 قرص مهلوس خلال سنة 2014. أما خلال السنة الجارية فتمكنت مصالحنا من حجز ما يعادل 2319 قرص مهلوس، هذا فيما يخص المهلوسات بمختلف أنواعها وأشكالها. كما تمكنت أيضا مصالحنا من حجز المخدرات الصلبة أو ما يعرف بالكوكايين، حيث تمكنت مصالحنا خلال سنة 2014 من إحباط أربع عمليات. الكمية الإجمالية لهذه الأربع عمليات هي 191.6 غرام من مادة الكوكايين. أما خلال السنة الجارية، أي بعد مرور شهرين ونصف من سنة 2015، تمكنت مصالحنا من حجز ما يعادل 175 غرام من مادة الكوكايين خلال ثلاث عمليات حجز. ومما لا شك فيه أن ديننا الحنيف نهانا عن استهلاك المخدرات والخمور لما تتسبب فيه من مشاكل اجتماعية
ونفسية. الحديث الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح الجامع أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. فالذي يحول بين العبد وبين معصية الله تبارك وتعالى هو مراقبة الله تعالى في السر والعلن، وهذا في كل معصية. ونحن نتفق جميعا على أن هذه المخدرات لا أقول معصية فقط، بل هي من كبائر الذنوب، لأنها تشارك الخمر وتزيد عليه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن عندهم مخدرات، وكان عندهم ما يشابهها وهو الخمر، لكن لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زرع في نفوسهم مراقبة الله تبارك وتعالى ابتعدوا عنها بمجرد أن سمعوا منادي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي كما في حديث أنس: ألا إن الخمر قد حرمت ففاضت سك كل مدينة بالخمر. ينبغي أن نركز على هذا أولا، وهو تخويف الناس بالله تبارك وتعالى، فهو الذي يبعدهم. والمتأمل للمجتمع يجد أن الغني قد يدمن، والفقير قد يدمن، يعني المثقف قد يدمن، وغير المثقف قد يدمن. فالثقافة لا تمنع، وإن كانت يعني شيء طيب قد يمنع، يعني لا تمنع وحدها، وكذلك الغنى لا يمنع وحده، والفقر لا يمنع وحده، لأن الفقر قد يمنع الإنسان من أن يشتري، لكنه يعني لا يمنعه مطلقا. فالذي يمنع مطلقا هو خوف الله عز وجل. دور رجال الصحة ورجال الأمن والإعلاميين دورهم يعني طيب وما شاء الله، لكن أن تكون الركيزة أولا هي توعية الناس بالأحكام الشرعية، والله تعالى أعلى وأعلم. كما يتوجب الابتعاد عنها لما فيها من ذنوب ومعاصي، ناهيك عن المخاطر التي تؤدي بصاحبها. نقول دعوة ودعاء. والله في الحقيقة ينبغي على الشباب أن يبتعدوا على هذه الآفة، أولا امتثالا لأمر ربهم تبارك وتعالى. قال الله جل وعز: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ينبغي أن يحافظوا على صحة، على نعمة منحها الله عز وجل وأعطاهم إياها، ينبغي أن يحافظوا عليها، أن يحفظوا صحتهم طاعة لله تبارك وتعالى. أقول لهم: حافظوا على أسركم. والله إن الأم، إن الوالد أو الوالدة حينما يرون يعني ولدهم وقد وقع في هذا المستنقع القذر، عفوا على هذه الكلمة، هذا المستنقع الذي يعني يعيشون فيه، يتألم الأب. فأقول للولد: حفاظا على أبيك، حفاظا على أمك، ابتعد عن هذه الآفة التي أفسدتك وأفسدت عليك حياتك كلها. رسالة أخرى أوجهها لهم، أوجه لهم رسالة أن كونوا أدوات بناء لا معاول هدم. ويجب أن تعرفوا خطورة المخدرات، وأنصح الشباب خاصة الآن كثر استعمال الأنترنت والمواقع الاجتماعية الفيسبوك وغيرها، أن يرجعوا إلى رسالة وهي عبارة عن أبيات كتبها أحد المدمنين التائبين، عنوانها ورقة من مذكرات مدمن. كان مما قال فيها، وهي يعني قصيدة طويلة بيّن فيها حقيقة المخدرات بعدما عاشها، قال في بعض أبياته: كم حبة صغرت في حجمها قتلت، حرا وأرخص في تهريبها الذهب، هذا سلاح من الغرب غايته ألا تعود إلى أمجادها العرب. ثم أختم وأقول: لابد من تعاون أطراف المجتمع المدني والعمل بفاعلية من أجل القضاء على هذه الآفة التي تنخر المجتمع الجزائري وتدفع إلى الانحلال الأخلاقي. المجتمع المدني يجب أن تكون مساهمته فعالة في محاربة هذه الظاهرة، يعني عدم الاتكال فقط على ما يسمى بالمصالح المختصة في مكافحة الظاهرة، يعني كما يقولوا تعبك إيد واحدة ما تصفقش، سواء الأمن ولا الدرك ولا رجال الجمارك الذين يحرصون الحدود من وصول هذه الآفة إلى بلادنا. لكن الرسالة التي أوجهها: ينبغي أن نتعاون جميعا. أنا لا أقدم يعني رجل الأمن وحده ولا الدرك وحده ولا الإمام وحده ولا الإعلام وحده ولا المثقف وحده، بل ينبغي أن نتعاون جميعا من أجل إصلاح المجتمع، وهذا الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى. قال الله جل وعز: وتعاونوا، لم يقل افعل كذا، بل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
ننادي باش الاغاني ان شاء الله تكون في صالح هاد الشبان باش يكونوا باش يتركوا هاد الكاشيات هادو اللي راهم غزاونا غزاو الجزائر. رسالة الشباب أنا نقول لهم باللي هذه الطريق هذه ما تربعش، الطريق هذه فيها ثلاث صوالح، تدخل للحبس تقتل ولا يقتلوك. أنا هذا الصوالح هذا روج ودياس هذا ما عاد يديروا فيك والو. أنا نقول لكم أنا نوصي كونسيل مدة خاصة النساء اللي راهم يستعملوا بزاف هذه النيكستازي، الله يهديكم ويبعثكم عليها هذه. وتبقى مصالح الشرطة مجندة من أجل القضاء على هذه السموم التي تفتك بشبابنا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، نسأله سبحانه أن يجنبهم المسكرات والمخدرات وأن يجعلهم صالحين مصلحين وأن ينفع بهم وطنهم وأمتهم وأسرتهم، والله أسأل أن يجعلهم مفاتيح خير مغاليق شر. إن التصدي لهذه الظاهرة مسؤوليتنا جميعاً، فعلى المجتمع أن يدرك حجم هذا الخطر الذي يستهدف أبناءنا. كان هذا إذن موضوع عدد اليوم من برنامج بعيون الجزائرية، دمتم أوفياء لنا.